يعني ملاحظة بالنسبة لاستعمال المواد المحلية، يعني نهنيكم على هالشيء هذا، إنه يعني عندنا مواد محلية يعني في لطابق المعايير المعمول بها. إحنا يعني الأولوية بالنسبة للبرامج السكنات المنجزة من طرف الدولة، الأولوية القصوى لاستعمال المواد المحلية اللي تجي من جهاز الإنتاج الوطني. ما كانش هذاك التاع قال لك نجيب نفس المعايير. أنا شفت بعض المصانع يستعملوا نفس المعايير المعمول بها في الدول الأخرى اللي رانيا إحنا نجيبوا منها السلعة. يعني خص بعض كما يقولوا الميزانيفو الميزانيفو، مي المواد الوطنية تاعنا المحلية يعني مطابقة تماما للمواد المعمول بها في الخارج. وبالتالي يعني شجعكم ونهنيكم على هذا المبادرة هذه لاستعمال المواد المحلية.